يتابع الآن الملايين حلقة الرابعة من مسلسل الاختياري بطولة النجم أمير كرارة وكوكبة من النجوم الشابة التي تشارك في العمل الملحمي البطولي للمسلسل الذي يسجد شخصية أحد أبطال القوات المسلحة التي حفر اسمه من نور كبطل من أبطال القوات المسلحة الباسلة وشهداء اللذين سيتذكرهم التاريخ مرارا لبطولاتهم الشامخة ودمائهم الذكية التي رويت تراب الوطني. شهدت الحلقة الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة والتي عرضت عبر قناة أونئي تفاصيل وأحداث مثيرة خلال عرض الحلقة وقيام البطل المقدم أركان حرب أحمد المنسي رحمه الله بقيادة مجموعة قتالية والقصاص لأرواح شهداء مذبحة رفح الأولي. مسلسل الاختيار ما زال أصداء تصدر مسلسل الاختيار جميع محركات جوجل خلال الساعات الماضية بعد عرض الحلقة الأول والثانية من المسلسل الذي يجسد بطولات القوات المسلحة في محاربة الإرهاب الأسود وإحباط المخططات لكثير من العمليات والتي يتصدى لها أبطال القوات المسلحة البواسل بالتضحية والفداء من أجل حفظ تراب الوطن. وينتظر المتابعين الحلقة الرابعة.